من واشنطن مراسلنا هناك عمر محمد. إذن عمر، تفاصيل أسباب تصاعد هذه التظاهرات والاتهامات المتبادلة وهذا الرشق بالاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول أسباب تأجيج العنف. أهلا أحمد. بدءا، المسؤولية الأمنية المحلية تقع على كاهل المسؤولين المحليين، عمدة المدينة، حاكمة الولاية. الليلة الماضية شهدت إحراق المبنى السكني متعدد الطوابق الذي يقطنه عمدة بورتلاند أوريغون تيد ويلر، احتجاجا على اعتقال العشرات من المتظاهرين. لكن تيد ويلر وقائد الشرطة يقولون أن هؤلاء الأشخاص كانوا عنيفين ويعني لم يتظاهروا سلميا. نعم، إحراق هذا المبنى، المدينة تحترق بالفعل بعد مرور أكثر من 100 يوم على انطلاقة الاحتجاجات الأولى عقب مقتل جورج فلويد. أيضا الصراع السياسي والتصريحات، دعني أقول المتشنجة، ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين تؤجج هذا الصراع. لكن المختلف هذه المرة أن من يوصفون بالمتشددين اليساريين وهم بالتالي جناح من أجنحة الديمقراطيين هم الذين ذهبوا وعمدوا إلى إحراق المبنى السكني الذي يقطنه العمدة الديمقراطي تيد ويلر. أحمد. نعم عمر محمد مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك.